أهلا بكم إلى التفاصيل. البداية من الوادي، وفي جو من الحزن والأسى شيع مساء أمس السبت جنازة الشيخ الزاوية الرحمنية الحسين سالمي بن محمد الطاهر بن سيدي سالم الذي وفته المنية عن عمر نهز 76 سنة. الجنازة حضرها جمع غفير من المواطنين وتلاميذ الشيخ الذي يعد منارة من منارات القرآن والمحبة والصلاح، كما عرف لدى زملائه ورفاقه بحسن سيرته الطيبة. المزيد مع عبد العالي رحومة. كان شخصية فذة وشخصية مرموقة، امتاز بالرصانة والسمت والسكات، ثم إنه كان ثقلا كبيرا في هذه الجهة ولا سيما في الزاوية. كنا نقرأ وكان الشيخ رحمة الله عليه يعطينا الدروس الفقهية من حين لآخر، وكان الناس يأتون إلى هذه الزاوية العامرة يقرؤون القرآن ويتعلمون العلم. هذه المكتبة التي كانت قبلة للباحثين من طلبة الجامعة ومن الأساتذة ومن العلماء داخل البلاد وخارج البلاد، لأن هذه المكتبة غنية بعناوين ربما قد لا تكون في غيرها من المكتبات. في موضوع آخر، انهى أمس السبت والي البويرة مولود الشريفي مهام رئيس بلدية الأخضرية بسبب متابعته قضائيا من طرف العدالة حسب ما علم من مصالح الولاية. وأوضح المصدر أنه تم إنهاء مهام رئيس بلدية الأخضرية محمد أكيل إثر قرار اتخذه الوالي تطبيقا للمادة 43 لقانون البلدية لمتابعته من طرف العدالة. من جهته رئيس البلدية وصف هذا القرار بالتعسفية. إلى قطاع الفلاحة، حيث استبشر فلاحو ولاية الصعيد استبشروا خيرا بعد الأمطار التي تساقطت على المنطقة، حيث شرعوا بعدها في عملية الحرث والبذر باستخدام الطرق التقليدية. تفاصيل مع محمد عمراني وحمد عوادي. في جو مفعم بالتفاؤل بموسم فلاحي أحسن من العام الماضي وبعد سقوط الأمطار الأخيرة التي استبشر بها فلاحو ولاية صعيد خيرا، ها هم ينطلقون في عملية حرث الأرض تحضيرا لموسم فلاحي جديد. يا كما تشوفوا أننا نوجدوا نحرثوا نوجدوا به نزرعوا إن شاء الله، ورا هذا المطر إن شاء الله نزلت علينا بالبركة والخير إن شاء الله. أيوة نطلب من سيدي ربي إن شاء الله يغيثنا بعد الغيث يكون خير من هذا الشيء اللي فات، ونطلب كل عام إن شاء الله بخير ونزرعوا زرع عابدين تاع التقليدي تاع جدودنا الكبار اللي فاتوا. الفلاحون هنا لا زالوا يستخدمون الطرق التقليدية في نشاطهم الفلاحي، خاصة في عملية البذر ما قد يكلفهم وقت وجهد أكثر. رانا نحن رانا نخدموا في هذه البلاد هاهي وينا، رانا نزرعوا فيها كما داروا جدودنا، رانا دايرينها. نتمنى إن شاء الله هذا العام تاع خير إن شاء الله، والله يجيبنا الغاية إن شاء الله. شكرا عليك يا نبي يا رسول الله، زارع الله ونبت الله واللي يكلش حاجة في وجه الله. بهذه العبارات واصل الفلاحون عملية البذر متفائلين بموسم فلاحي يكون كنتيجة طيبة تكلل مجهوداتهم التي يبذلونها طوال العام. في موضوع آخر، سجل سوق السيارات المستعملة ركودا كبيرا في المبيعات في ظل ارتفاع أسعار المركبات على اختلاف أنواعها، حيث أصبح المواطن يقصد السوق لاستطلاع بدل اقتناء ما يريده. التفاصيل مع اليمين بالعلمي وغرد أقشيش. في جولة بسوق السيارات المستعملة في أدرار وقفنا على ملاحظات لم تشهدها الولاية سابقا، ركود في المبيعات وارتفاع في الأسعار، ولا يقصد الناس السوق سوى لإلقاء النظر على المركبات المعروضة للبيع. رانا نشوفوا الأسعار ماشي مول السيارة راه يبيع، هم الناس وسطاء هما اللي هما يبيعوا في السيارات الغير، لذلك ارتفعت الأسعار نسبة على الأعوام اللي فاتت. معدلات قياسية قفزت إليها أسعار السيارات وأسعار خيالية بنفس الأنواع في الولايات الشمالية، ما أوقف العرض والطلب إلى آجال أخرى. تويوتا الأكسنت، هذه هي الحاجة اللي تمشي لهنا. الفرق بين السوام تاع لهنا وتاع تل
العام هذا لنا غالي على التل باسكو ليه كنا نجيبو مليه ونبيعو لهم الان ولينا نديو منه ونبيعو ليه بيكانتو يعني سومه خياليه ما كانش منها كاع وما كانش لوطو اللي تدي هذيك السومه تاع 200 غير في الصيف شحال كانت دير 182 2016 ماشي 2500 قال لك عطاوني 198 ماش باغي يبيع. لم يعد حلم اقتناء سيارة في أضرار متاحا للمواطن البسيط في ظل استمرار ارتفاع الأسعار إلى مستويات تتعدى القدرة الشرائية. نختم النشر مشاهدينا من منطقة القبائل وبحفل زفاف من نوع آخر، نتابع التفاصيل مع مراسلنا من تيزي وزو سعيد بليلي. هذه الصور لحفل زفاف في منطقة القبائل، علامات الفرحة مرسومة على وجوه المدعوين، رقص وموسيقى على الإيقاع القبائلي، والعريسان ناصر وسميرة ذوي القامات القصيرة من بلدية إبو درار في تيزي وزو. النهار شاركت العريسين زفافهما الذي نظمته جمعية كابودي للمعاقين حركيا سعيا لرسم البهجة على وجوه هذه الفئة. ناصر وسميرة يتمان نصف دينهما في حفل زفاف من نوع خاص، فبارك الله لهما وبارك فيهما وجمع بينهما بالخير.